معانا تقرير عن أصحاب الهمم الخاصة لمساعدتهم على امتلاك مهارات فنية ليصبح كل منهم عضو فعال في المجتمع. بشكر في جمعية الرضا لتنمية القدرات الخاصة كل الشكر والتقدير لمستشار حسن حميد رئيس مجلس إدارة جريدة الماس الشرق وجروب خليك مشهور على دعمهم الدائم لأصحاب الهمم الخاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم رضا رجب أخصائي التخاطب والتربية الخاصة ومدرب معتمد جامعة عين شمس. أنا هنا رئيس مجلس إدارة جمعية رضا تنمية القدرات. الجمعية هنا بتعمل أولادنا من زاوية الهمم كل الفئات وكل اللي محتاج تخاطب وتنمية مهارات وتعليم سلوك الشغل الطبيعي بتاعنا خالص تمام. بس بجانب شغلنا دوت بنعمل اللي هو شغل التأهيل أو التأهيل المهني، بندربهم على الحرف اليدوية وشغل الهاند ميد. بندربهم على الحرف اليدوية وشغل الهاند ميد تمام. وهيكلمكم عن شغل الهاند ميد ولادنا الدكتوره لمياء، هي احسن حد يتكلم عن شغل الهاند ميد. معاكم لمياء لمياء عبد القادر اخصائي تربيه خاصه والاستشاري امراض نطق وكلام وصورات تعلم ومدرب معتمد من جامعه عين شمس. بجانب زي ما الدكتور رضا عرفنا عن الخدمات اللي بتقدمها الجمعيه، احنا كمان هنا بنعمل على تنميه وتاهيل الولاد وبنعلمهم بعض الحرف اليدويه البسيطه، خاصه ان ولادنا دلوقتي ما شاء الله هم معانا من سن 3 سنين دلوقتي هم 21 سنه و 22 سنه تمام. فهنفرجكم على بعض الاشغال بتاعتنا وبعض شغلنا. معانا محمد معاه شنطه من الطرز الخشب، وبرده ايه معاها شنطه تمام، ده شغلهم. طبعا انا مساعده معاهم زي ما انتم عارفين تمام، بس هما ما شاء الله وبياخدوا حاجات يعملوها في البيت ويجيبوها لي. ها وفاطمه حاضر، وفاطمه برده عايزه توريكم الشنطه اللي هي عندها بيها تمام، ومساعده بيها مساعده معايا من الالف للياء، بس الايدين انا اللي عملتها طبعا تمام. ومحمد بالمناسبه عايز يقول حاجه مهمه جدا، محمد عايز يشكر سياده المستشار حسن حميد رئيس مجلس اداره جريده الماسة واعضاء جروب خليك مشهور، لانه دول اكثر حد ساندونا وساعدونا على نشر شغلنا دول، وكانوا بيقدم لنا شهادات تقدير، بيقدم لاولادنا شهادات تقدير وبيشجعهم دايما على الشغل. وهنوريكم مجموعه من شغلهم برده تمام. دي برده مجموعه من الشنط، هم حابين قوي فكره ان هم يعملوا شنط تمام. وده بورتفيه صغير برضو شغله، وده بورتفيه تاني صغير، دي مقلمة صغيرة للإيدين والحاجات دي، والطقم ده برضو عاملينه مع بعض اهو، طقم معمر لتعدة المنازل والكونتينيرة. كمان عاملين مجموعة من الاكسسوارات زي الرعايات دي، الولاد هما اللي عاملينها بإيديهم على فكرة تمام. بس بصراحة ده شغلي أنا مش شغلهم هما، لأن ده صعب عليهم شوية، بس أنا حابة الموضوع وعشان كده بحاول إن أنا أخلي الولاد يعملوا حاجات ويطلعوا الإنتاج ده وياخدوا يعملوا حاجات في البيت. وفي بعض الولاد علموا إخواتهم وعلموا والدتهم نفس الشغل. تعالوا نشوف مع بعض تمام. هنا برضو طقم صفرة مع بعض اهو تمام، وفوانيس رمضان، ومعانا بسبوسه شركه بالجراب، ده الجراب اللي هي شركه بيه، كل واحد شارك بحاجه ده حابب ان هو يعرضها، جزء للفلوس وجزء للموبايل. شكرا يا بسبوسه.